بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده الجزء الثالث من الوحدة الأولى الخاص بحل وشرح أسئلة الكلمات من كتاب جيم لسنة 2021. طبعا روابط كل الحلقات اللي فاتت الأولى والثانية وكمان الرابعة والخامسة هتلاقيهم في الوصف إن شاء الله. كمان إن شاء الله هتلاقي في رابط لقائمة تشغيل كاملة بتشغل الوحدة الأولى على بعضها. يلا نروح نحل مع بعض ونرجع لبعض تاني. Number one بتقول my grandfather's views on the role of women in society are not. He believes they shouldn't work. وجهة نظر جدي أو وجهات نظر جدي في دور المرأة في المجتمع موضة قديمة old fashioned letter D. ليه؟ لأنه بيعتقد أنهما مش المفروض يعملوا. Number two بتقول at night it's usually very hot. الجو بيبقى حر جدا in summer because the sun is at its strongest. لأن الشمس بتبقى أقوى حاجة. الكلام ده إمتى؟ في midday letter B. midday يعني منتصف النهار أو نص اليوم. Number three my friend tries to escape the boring knot of his office life. صديقي يحاول أن يهرب من الروتين الممل. بورينج يعني ممل وروتين letter C الروتين الممل بتاع الحياة المكتبية. Number 4 many young people prefer modern knot to the classic on written hundreds of years ago. في شباب كتير كانوا بيفضلوا البايتري المودرن modern poetry الشعر الحديث letter D. Number 5 my new vacuum cleaner المكنسة الكهربائية الجديدة بتاعتي has special A attachments بها مرفقات خاصة جدا لتنظيف التشيرز والكيرتنز والستائر. Number 6 a knot is a person or company هو شخص أو شركة whose business is to arrange the writing production and sale of books or newspapers. هو شخص أو شركة مختصة بتجهيز المنتج والسيل بتاعه وإنك تبيعه وتنتجه. الكلام ده بنتكلم عن الناشر أو دار النشر Number A أو letter A publisher. Number 7 the young couple asserted that their wedding hall should be decorated in modern knot. الكابل الصغير دول الشباب دول هيتجوزوا اكدوا ان الويدنج هول بتاعتهم صالة الفرح او صالة الزفاف لازم ان هي decorated in a modern style. style يعني اسلوب لازم ان يتم تجهيز الصالة بتاعت الفرح بتاعتهم بستايل مودرن. Number 8 the hotel where we spent our holiday is located in one of Alexandria's oldest knot. الفندق اللي احنا قضينا فيها الاجازه كان موجود located يعني يقع في موقع من اقدم الديستريكتس يعني المناطق او الاحياء في اسكندريه letter B. Number 9 there ought to be يجب ان يكون المفروض يكون في a knot against dumping rubbish into street لازم يبقى في قانون law. Number 10 Kentucky Fried Chicken is one of the not in the fast food businesses. هو واحد من البايونيرز letter D واحد من رواد هذا المجال مجال الفاست فود. Number 11 according to Muslim not the dead are buried quickly. طبقا لعادات المسلمين customs قلنا ان custom يعني عادة شعب او مجموعة من الناس letter A. طبقا لعادات المسلمين الميت المفروض يدفن بسرعة. Number 12 all public places كل اماكن العامه should have facilities يجب ان يكون بها تسهيلات for not people للناس الايه such as wheelchairs and special lifts زي الكراسي المتحركه والمصاعد الخاصه احنا بنتكلم عن disabled دول معاقين letter B. Number 13 the famous fashion house بيت الموضه المشهور will advertise سوف يعلن its new not next week collection هيطلع الكوليكشن الجديد المجموعه الجديده بتاعته next week letter B. Number 14 many children who have a mild knot are integrated in general education. Mild يعني خفيفه او متوسطه والاطفال اللي عندهم اعاقه خفيفه disability letter D يعني اعاقه بيتم دمجهم في التعليم العام. Number 15 my friend and I are going to enter an athletics not we all hope to win something داخلين competition منافسة رياضية competition letter B. Number 16 scientists are paid بيدفع للعلماء to not new medicines علشان يعملوا أدوية جديدة every year to help people develop يعني يطور أو يصنع دواء جديد develop letter D. 17 on not women live between 5 and 7 years longer than men في المتوسط النساء بتعيش 5 الى 7 سنين اطول من عمر الرجل احنا بنتكلم عن الافريج on average letter C average يعني المتوسط.
Number 18, doctors and nurses worked 18 hours without a knot. الأطباء والممرضين اشتغلوا 18 ساعة من غير ايه؟ Because of the train accident, بسبب حادثة القطار, بدون break, بدون ما يبقى عندهم break. Letter A. 19, why do you not on leaving your dirty clothes all over the floor? ليه مصر ان انت تسيب ملابسك القذرة او المتسخة على الارض؟ Insist on. Letter B, يعني يصر على. Number 20, my father is keen on يعني متحمس ليه, taking a look at the main knot and international news every day. أبي دايما بيحب يبص كده وياخد بص على الناشونال والانترناشونال نيوز, الأخبار القومية أو اللي جوه البلد, والانترناشونال الدولية أو العالمية. اخترنا letter A طبعا. 21, according to the newspaper, طبقا للنيوز بيبرز نوت, طبقا للإيه بتاع نيوز بيبر, the victim, الضحية, died of a knife wound, من جرح بسكين. بنتكلم عن الريبورت, تقرير, letter D, طبقا لتقرير نيوز بيبر. 22, من نوت checks her work, which is why she does so well. منا روتينلي بشكل منتظم بتعمل تشيك كده على الورك بتاعها, عشان كده هي دايما بتأدي كويس. روتينلي letter C. Number 23, my friend's father spent most of his not working in India, so he can speak Hindi very well. صديقي, أبو صديقي قضى معظم حياته العملية بيشتغل في الهند, عشان كده بيتكلم اللغة بتاعتهم كويس, يبقى career يعني الحياة المهنية. letter B هي الإجابة الصحيحة. Number 24, the internet gives you the opportunity to know people from different not. الانترنت بيدي لك فرصة ان انت تعرف ناس من ثقافات مختلفة. Cultures, letter C هي الإجابة الصحيحة. 25, he wrote a book, كتب كتاب about the not he got during his trips in Africa. كتب كتاب عن الخبرات اللي حصل عليها, experiences اللي حصل عليها وهو في افريقيا. Experiences, letter D هي الإجابة الصحيحة. 26, مستر عصام نوت فروم عين شمس يونيفرسيتي ان 1890. مستر عصام تخرج graduated من جامعة عين شمس في سنة 1980. 27, my sister is studying the German language, بتدرس اللغة الألمانية, and not at university, بتدرس اللغة الألمانية والأدب الألماني. literature, letter B هي الإجابة الصحيحة. 28, the novels of نجيب محفوظ reflect, روايات نجيب محفوظ بتعكس the values of the Egyptian society, بتعكس قيم المجتمع المصري. society يعني مجتمع, و values يعني قيم. letter D. 29, everyone not محمد صلاح in his campaign for fighting drugs. كل الناس بتؤيد, supports, everyone supports محمد صلاح, كل الناس بتأيد محمد صلاح في حملته ضد المخدرات. Number 30, the hotel has improved facilities, الفندق طور أو حسن من التسهيلات بتاعته. For the not, there are new lifts and wheelchairs, في مصاعد جديدة وكراسي متحركة. بنتكلم عن disabled, letter B يعني المعاقين. 31, the minister's main objective, الهدف الأساسي للوزير, is to not educational system, إنه improve, letter D يعني يحسن أو يطور نظام التعليم. 32, the restaurant is now under new not and is making great profits. الفندق دلوقتي تحت قيادة أو إدارة جديدة, عشان كده بيحقق أرباح عالية. management, letter A هي الإجابة الصحيحة. The soldiers of the army are trained, مدربين كويس, جنود الجيش مدربة كويس, to get used to not order, علشان ان هم يتعودوا على obeying orders, طاعة الأوامر. obeying, letter A يعني طاعة الأوامر. letter A الإجابة الصحيحة. 34, many women have abandoned their not role as wife and mother because of work burdens. كثير من النساء تخلت عن دورها التقليدي, traditional role, دورها التقليدي as wife, كزوجة and mother, because of work burdens, بسبب حمول العمل. Number 35, the boy is wrapping a knot for his mother on her birthday, a present,
هدية. Letter C. 36. Yunus is a regular not of that shop because he likes the service there. هو زبون دائم, customer, زبون, regular يعني دائم ومنتظم لهذا المحل لأنه بيحب الخدمة هناك. 37. Her artistic style has not considerably since she began studying with us. الستايل بتاعها, الستايل الفني بتاعها تطور بشكل واضح وملحوظ منذ أن بدأت العمل معنا. developed يعني تطور. letter B هي الإجابة الصحيحة. 38. soldiers الجنود returning from the war العائدين من الحرب soon not the disease through most of the region. الجنود اللي عايدة من الحرب نشروا المرض. spread the disease يعني نشروا المرض. letter A. The not of vaccines to prevent disease has helped to save many lives. Vaccine اللي هو اللقاح بيقول ان تطوير لقاح لمنع المرض ساعد كتير جدا من في انقاذ حياة ناس كتير. طبعا development يعني تطوير. Number 40. Three scientists from Europe shared the Nobel not. تلات علماء من اوروبا تشاركوا في جائزة نوبل. Letter C. Prize جائزة. For chemistry in 2017. 41. The windows of the building are not of houses built during the last century. Typical. Letter D هي الإجابة الصحيحة. 42. My teacher advised me to take a note break between study sessions. طبعا أنا عايز أوصف البريك. ده سؤال بيتكرر كتير في الامتحانات. عايز أوصف البريك إن هو مدته 10 دقايق فبستخدم 10 مينيت اللي هي لتر بي. اشمعنى بقى 10 مينيت؟ هقول لك. 10 ده عدد ويعتبر كلمه, ومينيت دي كلمه تانية. يبقى انا بوصف البريك ان هو كلمتين بكلمتين, ان هو عدد 10 من المينيتس 10 دقائق. فانا هنا الوصف بتاعي عباره عن كلمتين. كلما زاد الوصف عن كلمتين او اكتر, يعني كل ما يزيد الوصف عن كلمتين او اكتر, بحط شرطه ما بين الاثنين وما اجمعش الكلمة اللي في الوصف. يعني ما ينفعش minute تبقى minutes, لا لازم تبقى مفرد. يبقى 10 minute break. 43. Many people are still fond of يعني مغربين ب watching science not films. كتير من الناس مغرمة ب science fiction films, أفلام الخيال العلمي. letter C. 44. My father used to let me not him. أبي دايما معتاد إن هو يسمح لي إن أنا أهزمه at chess so as to help me like it, علشان يخليني أحبه. beat يعني يهزم. letter C. أحب الشطرنج, بيخليني أغلبه علشان أحب الشطرنج. letter C. beat يعني يهزم. 45. Mona's husband is away so she will have to not all the arrangements for their child's birthday party. arrangements بتاخد الفعل make arrangements. letter B. 46. most of نجيب محفوظ's novels were not into films, were made into films يعني تحولت الى افلام. letter A. 47. the new film not the young man as one of the best directors in the country. established يعني رسخ قدمه كواحد من اهم المخرجين. established. letter D. 48. My sister always complains. أختي دايما بتشتكي that she has to not the washing up alone. washing up بتاخد do washing up. Number 49. I left the party because the loud music was not me a headache. يسبب لي صداعا, giving me a headache. letter B. Number 50. Although my cousin isn't very rich, she buys the most not clothes she can afford. بالرغم ان هي مش غنية قوي بس بتشتري كل الفاشنبل كلوزس, الملابس اللي على الموضة اللي ممكن تتحمل مصاريفها. كلمة افورد يعني يتحمل تكلفة او يتحمل مصاريف. فاشنبل. letter C. 51. The boy got low marks, خد درجات منخفضة, because he not a lot of mistakes in the test, made a lot of mistakes, عمل اخطاء كتير. letter D. Number 52. The word decline is an antonym to the word not. decline يعني يقلل من, وعكسها improve يحسن من أو يطور. Number 53. The secretary not a great job of organizing the press
conference for the manager. طبعا job بتاخد do, ولان احنا بنتكلم في الماضي فنختار الverb did letter B, did a great job. 54 the writer's work, عمل الكاتب as a diplomat not him experiences which he used in his novels, عمله كدبلوماسي اعطاه خبره, gave him experience. letter D, letter C gave, هي الاجابه الصحيحه. 55 the head teacher not a promise to deal with my problem immediately, a promise بتاخد الفعل make, وطبعا عشان احنا بنتكلم في الماضي فنختار letter B made a promise. 56 my cousin graduated not German last year and now works as an interpreter, مترجم فوري, interpreter يعني مترجم فوري. graduate بياخد حرف الجر in, graduate in تخرج او حصل على درجة علمية في, طبعا خد الدرجة دي في German في الالماني. 57 the word connect is a synonym to the word attach, attach يعني يوصل او يرفق او يلحق, و connect معناها المرادف يعني. 58 the player has decided to give not football at the end of his this season, give up يعني يقلع عن او يبطل, اللاعب قرر انه يبطل لعب كوره في نهايه هذا السيزون. letter D هي الاجابه الصحيحه. 59 my father is a great not in healthy eating and experience exercise and exercise, هو مؤمن جدا بالايتين healthy eating والexercise, believer مؤمن, believer letter D, وطبعا بتاخد in. 60 حقي developed a new style of writing which is not today, حقي طور اسلوب جديد من الكتابة وهو دلوقتي محترم جدا, respected يحترمه الناس. letter C هي الإجابة الصحيحة. 61 people living in town aren't happy not the decision to build a new factory, happy with يعني سعيد ب, letter A هي الإجابة الصحيحة. 62 the word conventional is a similar in meaning, مشابه في المعنى to the word not, معناها تقليدي, وطبعا تقليدي في الاختيارات هنا عندنا letter B يعني traditional. 63 نبوية موسى played a not role in women's education, ستي دي لعبت دور ريادي في تعليم المرأة, pioneering letter B هي الإجابة الصحيحة. 64 فهمي got his not personality from his father who was another great athlete, الراجل ده أخد البرسوناليتي الشخصية بتاعته بس شخصية تنافسية, competitive personality يعني شخصية تنافسية من أبي, letter A هي الإجابة الصحيحة. 65 he had to buy a lot of different numbers of magazines to not his research, طبعا research بتاخد الverb do, do research يعني يقوم بعمل أبحاث أو بحث. 66 the word decline can be the opposite to the word, عكس كلمة develop, احنا كنا قلنا ان كلمة decline يعني ينحدر أو يقلل في المستوى وبالتالي عكسها develop يعني يطور. letter D. 67 the not of the charity was chiefly to assist orphans, طبعا تأسيس الجمعية دي كان بشكل أساسي علشان يساعد الأورفنز الأيتام. establishment يعني تأسيس, establishment letter C يعني تأسيس. أسئلة الاختبارات السابقة. 66 يحيى حقي graduated in law and worked for some time as a lawyer, تخرج في يعني خد درجة علمية في القانون واشتغل كمحامي, letter A هي الإجابة الصحيحة. 69 دكتور زويل is more than just a Nobel prize, هو أكتر من حاصل على جائزة نوبل, winner, he is a not in chemistry, هو رائد في الكيمياء, pioneer letter C. 670 they have just received the photo as an email attachment, لسه وصلهم الفوتو دلوقتي كمرفق أو ملحق بالإيميل, attachment letter B. my daily not begins when my alarm clock goes off at 6:30, اول ما المنبه بيرن الساعة 6:30 الروتين بتاعي بيبدأ, روتين letter A. 72 I really admire Charles Dickens as a novelist
as his writing note is unique. أنا معجب جدا بستايل كتابة تشارلز ديكنز أو روايات تشارلز ديكنز اللي ستايل بتاعه لترسي يونيك فريد. 73 A note is a person who represents his country. هو شخص يمثل دولته all over the world في كل الحال العالم. نحن نتكلم عن الشخص الدبلوماسي diplomate. 74 Doctors and nurses belong to the medical profession. بينتمي هذه الأطباء والممرضين بينتموا لمهنة الطب profession letter D. 75 The company sent me the report as an email attachment مرفق بالإيميل letter D. My friend has recently not a prize in poetry competition won a prize فاز بجائزة won letter C. 77 The noise outside has made me not so I can't concentrate. عشان كده مش قادر ركز يبقى الضوضاء أو الدوشة خلتني confused letter C. Letter C confused يعني مرتبك. 78 The ambassador سفير ambassador يعني سفير is not representing his country هو دبلوماسي diplomate letter C بيمثل دولته في الفورين كونتري في الدول الغريبة. 79 his charitable organization مؤسسته الخيرية not him as one of the greatest men in history established رسخته كواحد من أعظم الناس في التاريخ established letter C. 80 some film stars بعض نجوم الأفلام have a unique note of performance لديهم ستايل خاص وفريد ومميز unique يعني مميز وستايل letter C يعني ستايل أو اسلوب خاص في البرفورمانس في الأداء. وبكده نكون خلصنا الجزء الثالث من الوحدة الأولى اللي هو الخاص بأسئلة الكلمات. الجزء الرابع إن شاء الله اللي هتلاقي الوصف بتاعه الرابط بتاعه في صندوق الوصف هيكون خاص بأسئلة القواعد وهنحلها مع بعض ونشرح جملة جملة جات إزاي طبقا للي احنا شرحناه في القاعدة اللي انت شفتوها مع بعض معايا في الجزء الثاني. هنروح دلوقتي ندخل على الوصف وهناخد الرابط بتاع الجزء الرابع الخاص بأسئلة القواعد ونحل مع بعض. أشوفكم الحلقة الجاية.